بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ هننزل دلوقتي امرين تانيين وهما التانجنت تانجنت راديوس والفيلت. ايه هو التانجنت تانجنت راديوس ده؟ لو انت عندك خط مع خط، تمام، وعاوز تعمل دايره ممثله لخطين، دايره ممثله لخطين بمعلوميه اول تانجنت عندي اول مماس وتاني مماس، وجاست ان انا بديله الراديوس بتاع الدايره، هو اوتوماتيك بيرسم لي الدايره ممثل ايه للخطين دول، تمام. على كده مثلا نرسم مثلا هنا مثلا ريكتانجلر كده، انا عايز اعمل دايره ممثله للخطين دول، عاوز اعمل دايره ممثله للخطين دول. لو خدت امر السيركل من هنا كده، عندك تحت هنا التانجنت تانجنت راديوس، قالك في الكوماند لاين specify first tangent of the circle، اول مماس للدايره فين اهو، طب تاني مماس للدايره فين اهو، قالك بعد كده specify الراديوس بتاع الدايره، specify الراديوس بتاع الدايره وليكن مثلا 20، تمام كده يا شباب رسم كده. طيب تاني بروح على الدايره بحدد تانجنت تانجنت راديوس، هو بيقول لي هنا سبيسيفايد اول فيرست تانجنت بتاع الدايره اهو مثلا تاني تانجنت للدايره، بعد كده بيقول لي اديني السنتر بتاع الدايره، سوري الراديوس بتاع الدايره وليكن مثلا 40، عامل لي هنا ايه مماس اهو، مماس من هنا برضه اهو، والراديوس بتاع الدايره دي ايه 40. يبقى انا كده ايه عملت الدايره دي ممثل الخطين. ده امر التانجنت تانجنت راديوس. طيب بعد كده عاوزين نشرح امر الايه الفيلت، عاوزين نشرح امر الفيلت، تمام. لو جيت انا هنا الاقي عندي فيلت ولا عندي شامبر، طب الفيلت، طيب لو حبينا هنا نرسم هنا الاول كده مثلا برضو ريكتانجلر كده، تمام، واروح هنا امر الفيلت، قال لي ايه لو انا عايز امر الفيلت اقول له مثلا الراديوس، على ايه الراديوس عندك سبيسيفاي الراديوس الفيلت راديوس، عاوز تعمل فيلت الراديوس بتاعه قد ايه مثلا وليكن مثلا 2 مل، تمام. اول عنصر قال لي حدد العنصر الاول بتاع الفيلت، العنصر الثاني اهو، بس عشان بس صغيره احنا عاملين بس الايه الدايمنشن الراديوس بتاعه صغير. طيب وليكن مثلا ادي فيلت، قال لي الراديوس الراديوس بتاعه مثلا 20، قال لي حدد لي اول ايه اوبجكت هتعمل عليه الفيلت، تاني اوبجكت اهو، عمل لي هنا فيلت كده يا شباب، ده كده فيلت، هنا الراديوس كان صغير، هنا الراديوس كبرناه شويه، تمام. طيب انا ممكن برضه اروح اخد امر فيلت، شوفوا الاوبشن ده، واروح هنا على تريم، اروح على تريم واضغط نو تريم، تمام، اضغط نو تريم. طيب قال لي هنا سيلكت الفيرست اوبجكت، سيلكت الفيرست وبعد كده اروح اضغط ايه راديوس، اديله الراديوس وليكن مثلا 20، سيلكت الفيرست اوبجكت ده مثلا سكند اوبجكت، شايف هنا ما عملليش تريم للجزئين اللي انا حددتهم، عمل لي الفيلت بس من غير ما يعمل لي تريم للجزئين دول، هنا عمل لي تريم للجزئين اللي كانوا موجودين، يعني عمل لي الفيلت هنا اهو اللي هو ده، بس بعد ما عمل لي تريم للجزئين اللي هم ايه دول، هنا ما عملليش تريم للجزئين دول. تاني الجزء الاخير ده تاني كده، اروح على امر الفيلت، تمام، واروح على تريم هنا اهو، تمام، واقول نو تريم، يعني ما تقطعليش الجزئين اللي انا عملت اللي انا حددتهم، نو تريم. واروح على الراديوس اديله مثلا راديوس مثلا وليكن سي مثلا 40، تمام، قال لي سيلكت الفيرست اوبجكت، سيلكت الفيرست اوبجكت وليكن مثلا ده، سيلكت السكند اوبجكت اهو، هنا ما عملليش برضه تريم عشان انا عامله نو تريم، انا عملت ايه نو تريم، عمل لي فيلت اهو بس من غير ما يمسح لي الجزء اللي ورا ده، هنا كان عمل لي الفيلت ومسح لي الجزء اللي ورا، تمام. طيب لو رحت برضه يا شباب عند الفيلت هنا كده هتلاقي حاجه اسمها الشامفر. طب ايه هو الشامفر؟ تعالى ناخد برضه ريكتانجلر كده، الشامفر من الفيلت برضه
هيقول لك انا سبيسيفاي فيرست لاين اهو. طيب لو قبل ما تعمل الفيرست لاين ممكن تروح على الانجل هنا ولك اديني الانجل بتاعت الايه او اديني اللينس بتاع الشامفر اللي انت هتعمله بتاع الخط اللي انت هتعمله وليكن مثلا اللينس بتاعه مثلا 20 انتر. قال لك اديني الانجل اللي انت هتعمل بها الشامفر الانجل مثلا اللي هتقطع بها الخطين دول كده وليكن 45. قال لي سيلكت الفيرست لاين، سيلكت الفيرست لاين ادي اول لاين سكند لاين اهو ادي الشامفر بتاعنا تمام. تاني ادي تروح على الامر شامفر، بعد كده بتروح على الانجل ويقول لك اديني اللينس بتاع اللاين اللي انت عايز تعمله وليكن 10. قال لك اديني الدايره بتاعت الشامفر الانجل اللي انت تعمل بقى الدايره دي وليكن مثلا 45 تمام. سبيسيفاي الفيرست لاين اهو. ممكن تروح برضو على تريم لو انت حابب تروح على تريم وتعمل له تريم تقطع سبيسيفاي فيرست لاين سكند لاين. شايف هنا ايه عمل تريم للجزئين دول، هنا ما عملش تريم، هنا كنت انا عامل نو تريم، هنا ما عملش تريم، هنا عمل تريم برضه في الشنفر. يبقى انت عندك هنا ايه امرين مهمين، التنجنت تنجنت راديوس. ممكن انت هنا ايه تستفهم التنجنت تنجنت راديوس وتحولها لايه لشنفر ازاي. هتروح هنا على امر التريم، لو حبيت تمسح ده كده تمسح ده كده تمسح ده كده بدأ يتحول لايه لفلت. يبقى انت عندك الاثنين مرتبطين ببعض ازاي. ممكن هنا في الفلت تعمل نو تريم وممكن تعمله بتريم، نفس النظام برضو في الشنفر ممكن تعمله بتريم ونو تريم. دول امرين التنجنت تنجنت راديوس والفلت والشنفر.